يا سلام. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم باذن الله غادي ندوزو اجواء ديال الطفولة الاخوان. اليوم قررنا اننا غادي نديرو خيلوطة ديال العيد الكبيرة الاخوان. هادشي اللي كتشوفوه معايا راه هو جايب شوية من دارو وانا جايب شوية من الدار عندنا، وغادي نديرو خيلوطة ان شاء الله باذن الله ديال الدراري الصغار، وغادي نرجعوا للطفوله. وما نطولش عليكم اخوان، الا كنت انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك واحد لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك، ولا تسقاو نمشيو للمهمه ديالنا. وراه ما غاديش نكون بوحدي اخوتي، راه غيكون معايا الصديق ديالي اس محمد. انت كي داير؟ السلام عليكم، كي داير اخو سفيان؟ بخير هاني صحيحه كلشي مزيان الله يلا بخير. السلام عليكم، مرحبا بكم، كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم، كلشي مزيان، الامور هانيه، كنتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم الخوت اش نديرو؟ ثاني عيد، ثاني عيد جينا الخوت لهاد الطبيعه هادي، جينا الخوت انا وخويا سفيان باش غنعاوركم واحد الاجواء اللي اش نقول لكم، هربانه بزاف. عرفتي علاش هربانه؟ ديال الطفوله، لان هاد الاجواء اللي غنديروا اليوم ما بقاتش، ما بقاتش كدار، ما بقاوش الدراري الصغار كيتجمعوا. ملي كنا صغار الاخوان كان كل واحد كيجيب طريف ديال اللحم من الدار ديالو بصيله، كيجيب شويه الكامون، شي كيجيب شويه ديال البزار، وفي الاخر كنجمعوا في واحد البلايصه تحت الدروج. الاخوان اللي كنتو باقي عاقلين، تحت الدروج كنديروا داك المجيمر ديالنا، وكنديروا داك الطويجين، كل واحد كيجيب واحد الشنيتيفه، هذا شنيتيفه، هذا شنيتيفه بصيله، وكيتجمعوا على طاجين وهادي، فهمتي، وكيديروا داك الطويجين وكيتجمعوا عليه، وكتنوض واحد الجو، كيخلق واحد الجو اللي واعر. ودابا راه قلالت هاد اللعيبه سيمو، اللعيبه الخوت راه قلالت، ومازال غندويو على شي حوايج في العيد الكبير ان شاء الله. المهم الاخوان غنوريكم شنو جايبين في هاد الرزيمه هادي، راه كل واحد جايب حقه الاخوان، كل واحد جايب حقه. كيف قال لكم خويا سيمو، هاد الاجواء راه ما بقاتش، واليوم غادي نحيو هاد الاجواء. هذا زيف حياتي يا الخوت، زيف حياتي ديال العيالات الكبار. بسم الله، انا جايبه اخوان شويه ديال اللحم، شويه ديال البرقوق، وخا هذا الشيء راه شويه، ولكن راه ديال الاجواء، شويه ديال الملحه بحال اللي كنا كنديرو في الطفوله، وبصيله بصيله، شويه ديال الثومه والعطريه، الله يجعل البركه. هذا الشيء اللي جايبه انا. دابا غندوزو للسيمو شنو جايب. غادي ندوزو للسيمو، هذا الشيء راه كاع ما شايفوه الاخوان، والله ما شايفوه. سيمو يلا ورينا شنو جيب. كيف قلت لكم قبيله الاخوان، زويف حياتي راه ضروري، ضروري الزيف هذا ديال الوالده مسكينه، الله يخليها لك، الله يخلي كاع الامهات المغربيات، يا ربي امين. انا خويا جيب الحيمه، ها انا هاي ديال اش هاد الحيمه هادي اخويا؟ ديال بوسويط. لا ماشي بوسويط، هادي كتكون ما بين الضلعه وسميتو واش هادي اللي كتكون وسط الضلعه، عرفتي؟ واس اي كتكون لحمه شيشه، لحمه شيشه ما فيها لا عظم لا والو. كنت وجبت لك معاها سيدي اخويا المليج، المليج هاد المليج راه يا سلام ملي كيطيب اخويا، ناضي. زيد جبت العرق الصفر، العرق الصفير، جبت هذا شنو هو هذا؟ الكمون. لا هذا ماشي الكمون، هذا القزبر، قزبر مطحون، قزبر مطحون مليحه، شويه الملحه بزيره، بزيره شويه القرفه، وبطبيعه الحال الزبيب راه ضروري الاخوان، العنب والبرقوق. شحال شتي من برقوقات؟ جبت خمسه البرقوقات. خمسه وشحال شتي عندك تغشني؟ البرقوق راه غالي. زيد هذه هي الاجواء الاخوان ديال الدراري الصغار. الله الله الله، شحال برقوق جبت؟ واه كحلتيها. وشوف كل ياكل برقوق، كل ياكل برقوق، وبعد ليا من برقوقي، عندي انا من برقوق، وراه اصلا راه غنشركهم في طاجين واحد. وجبت هاد الدنبوره هي. الله يلا دنبوره بصله قداش تبارك الله، شاشو قداش. هاد الغابه مكالمه يا اخوان، وجبنا الطاجين المغربي الاصيل اللهم بارك، هو اللي غادي نديروا فيه الخيلوطه ديالنا، حيت خاصها تطلع خيلوطه
السيمو شناهي؟ يا دمار. يا دمار خاصة تطلع نادية. كيف وريناكم المقادير، هذا المقادير ديال السيمو وهذو المقادير ديولي. السيمو جاب لنا شوية الحيمات بريق وقوات، حتى أنا جبت الحيمات بريق وقوات وشوية ديال البصلة. هادشي دابا غادي نبداو إن شاء الله نوجدوه وغنشعلو عويفية، المهم غادي تعيشوا معنا أجواء ديال الطفولة إن شاء الله، وغادي نحييو لكم النموذج. إخوان ها هو الطويجين ديالنا اللهم بارك اللي غادي نديرو فيه. صافي الحيمات واجدين، عندنا القرادة هنايا، عندنا البريريد ديالها تاي ضروري خاصنا نصوبو بريريد، وعندنا الرزمة ديالي والرزمة ديال السيمو. اخوان عندنا البصيله ديالنا غادي نرميوها هنايا ان شاء الله في الطاجين. بسم الله الخوت، راه كل واحد غادي يقرد راسو. دابا انا قردت ديالي، سيمو غيقرد حتى هو ديالو. هي لسما واخا يلوطها، حيت كلشي كيدير فيها يديه، كلشي كيخلط، كلشي كيخلط ويجلط. انا راه كنقرد دابا هادشي ديالي هنايا، ها هو البصله، غادي نزيد البصله الثانيه. يا بسم الله شويه ديال الثومه هنايا بحال هكا، وغندوزو للحيمات ديولي. بسم الله انا هادو الحيمات من الضليعات، وماشي بالضروره انه يكون اللحم بزاف في الخيلوطه. الاخوان الخيلوطه كتسمى من مجدي، راه كتسمى خيلوطه، فهمتوا الخوت؟ هادي راه الحيمات راه طبيعيين نعم سيدي، الحيمات في المستوى. كيفاش ميمكنش قلتي اللحم؟ هادشي راه اللي غنحطو ديال اللحم انا راه ياكلو 10 الناس، تا شويه لاباس ياك. تا شويه الطرف قداش؟ الطرف كبير. عرفتي دابا بان لك العيد، دابا قلتي صافي اللحم موجود، زعما راه شويه زعما هادشي راه بزاف. وهداك الطريف حنا راه كناكلو عائله على قد هذاك اللي شاد في يدك. الله يجعل البركه. والله الا عائله بالله، بيني وبينكم ياكلوش عائله؟ ياكلو عائله يا خويا. نحطو هنايا وضروري الاخوان الزبل ديالنا خصنا نجمعو. هي لا السما وخيلوطه حتي كتخلط وتجلط، حتي كتخلطها وتجلط. ها السيمو تا هو راه بدا كيصاوب دابا ديولو، ها هو ديولو راه كيصاوبهم باش يوجدهم لينا ان شاء الله في الطاجين. وانا راه قديت الحيمات ديولي والبصله ديالي قديتها بحال هكا والثومه. دابا انت قردتي البصله ديالك؟ اه انا غنقرد البصله ديالي وغندير الحيمات ديولي. دير الحيمات ديولك وغادي تشوف، ندير العطريه ديالي وانت دير العطريه ديالك باش تخلط وتجلط. باش تخلط وتجلط، هي لس اللمسه ديالو في الطاجين. طاجين واحد باش تجي خيلوطه. ها هو السيمو الاخوان راه صوب لينا البصيله ديالو، قرد لينا البصله. دابا اش دير اخويا السيمو؟ غنديرو بريقيقات. بريقيقات هاك كسدت في بريقيقات تمايا هاكاك. ها الديزاين ديال الطاجين الاخوان، دابا غيدير شويه ديال العنب من الفوق. صافي اخوان السيمو راه دار البريقيقات ديالو والزبيب ديالو والبصيله. دابا انا غادي ندير العطريه ان شاء الله، وداكشي اللي بقى ليا غادي نديرو حتى انا. بسم الله جر لي هادشي هنا. يا بسم الله غادي ندير العطريه ديالي. بسم الله العطريه ديالي السيمو غادي مخلطه فيها المروزيه وفيها كلشي، داكشي سوبر. اش باقي؟ باقي البريقه وقوات. بسم الله ها الحيمات ديال السيمو هما غنديرهم ليه، راه نساهم. ها الحيمات دابا غندير البريقه والقوات ديالي. واحد ثلاثة، ها ثلاثة راه وحده هنا، ترى جوج ولا كل واحد ياكل برقه وقته. ولكن انا شحال درت؟ سبعة. درتي سبعة، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ثلاثة، ها أربعة، أربعة، ها خمسة، ها خمسة،
انا غناكل خمسه صافي. يعني اللي البرقوق اللي عندك تم هور شويه. البرقوق غليظ. شويه ديال الملحه ديالي وغدير شويه الملحه ديالك. سير هاهي شويه الملحه من الفوق هكا. هذا القزبر هذا راه باين كل واحد يدير عطيريته. القزبر رمز ما درتش ماشي قزبرته. لا مشوش مزيان وهي لا السما وخيلوطه. عطيني القزبر علاش مزيان؟ باش ما يضركش اللحم جديد فهمتي. داكشي علاش كيديروه فهمتي. يلا سير على مولانا دابا شنو شنو تما ودير المليحه ديالك حتى هي ضروري. بزاف كتبغي الحاره نديرو شويه. دير الحار مزيرها الاخوانيه هذه. بقى لينا القرفه. القرفه هذه اش غنديرو شويه؟ دير شويه القرفه كاع ما جاتش القاطع ما جاتش اخويا. هادشي هي اللي سماو خيلوطه. راه كتنسى حاجه كيجيب صاحبك حاجه. هي القرفه. ودير لينا شويه الملح. راه درت انا شويه الملح وتكايس. لا الملح غنديرها شويه. انت قول لي القياس واش درتي. يلا سير. علاش شوف صافي سير رمي بارك. رمي بسم الله بسم الله. عادي التخليط على الاخوان. دابا راه درت اللمسه ديالي والسيمو دار اللمسه ديالو. دابا دير ليه الراق راق. من بعد ما صوبنا الخيلوطه ديالنا انا وخويا السيمو. وتبارك الله عليك اخويا سيمو. الله يحفظك اخويا سيمو. تبارك الله عليك راك طباخ ماهر. ياك والله الا طباخ حقيقي. دابا ان شاء الله باذن الله اش خاصنا سيمو؟ خاصنا نشعلوا العافيه ديالنا نعمروا واحد البراد ديال اتاي سي. نعم براد ديال اتاي والاول يكون مشحر مزيان ونريحوا نذاكروا واحد شويه وعاد نرميو الطويجين ديالنا. صافي هادشي اللي يعني دابا غادي نمشيو ونجمعوا الحطبه الاخوان. وهاد الغابه شحال زينه اخويا سيمو. راه واحد الراحه نفسيه كاينه هنايا. بارده بارده مكلاسيه. والواحد هو اللي يجي للغابه الخوت في هذه الفتره. تبارك الله كاين اللحم كاين الخير موجود في ديوركم اخوان في هذه الفتره هذه. حاولوا تجمعوا ست الناس سبعه الناس وجيوا للغابه وخلقوا واحد الجزوين. وهي حاجه وحده نوصيك عليها هما تحافظوا على الطبيعه. تخليوا الطبيعه داكشي كيف ما كان. ما ترميوا الزبل. جمعوا البقايا ديال الزبل ديالكم. اما البقايا ديال الخضره راه ماشي مشكل تلوحها في الغابه راها كتحلل اخوان. نصاوبوا واحد الكانون هنايا يكون كانون طبيعي. هكا الطبيعه راه ما كاينش بحالها اخوان. اي ما كاين بحال الطبيعه. هي لا السما وخيلوطه انت مخلطه ومجلطه. خاص تلعود دير فيه حقك. هاكاك شوف سبحان الله العظيم ملي كطيب بالعود راه نكهه خاصه والله. البنه ديال العود راه بلديه. من غنطيب لك واحد الدقيقه دابا بهاد العويدات هذوك غيجيو يا دمار. ترى غيجيو ما يمكنش غتشرب واحد الدكه اليوم. ناضي ناضي دير بس. نقتلوا على النسيبه تبعد من نسيباتش. احنا راه ضاحكين ديما باغي تقتل النسيبه ديالك وباقا ما تجوزتيش. تلا تحيه غيكون عندك نسيبه معاه. تحيه النسيبات راه ضاحكين. نشعلوا العويفيه. نشعلوا العويفيه ديالنا بسم الله. سيمو دابا شعلنا العافيه. عندي واحد التحدي. شنو دابا؟ غادي نطلع حتى الفوق ونشوف راسي واش نقدر. زعما نقدر عندك طيح. ها عندك طيح. انا طحت الله يرحمني. ما بغيناكش طيح. شتي اه عندك واو. يلا طلع طلع طلع. لاش العسكر العسكر
طار زاد اسا والله الا طار زاد. يا 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 هاتا العسكر حنايا كنديروا اي لعيبه. وو وو عندك شيخ نادي ولا ما طلعتش ولا ما طلعتش؟ نجرب نجرب انا. يلا سيمو انت نوبتك يلا وعندك طيح سير اخويا بشوي عليك يا بركة الوالدين. ايوا سيمو سيمو غيطيح غيطيح غيتفافى يجي بزلافه تعدك طار زين صافي. اي 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 جاتك صعيبه الطويجين ديالنا وجد على حقو طريقو. يا سلام شو الخيلوطه ديالنا كي دايره يا دمار. دابا غنخلوه يطيب ان شاء الله ونشربوا الدكيكه ديالها اتاي ونتكونسونطراو مع هاد الغابه الرائعه نعمروا الراس بدكه ديال اتاي. بسم الله هاك اخو سيم الله يحفظك. عاد كيكه 5 5 مليح طويجي راه قريب يطيب. الله الحياه سيمو كي داز دوارتك مزيانه ناضيه هي هاد العام هذا بقيتها مطاشي النص ديالها مطاشي. كيفاش مطاشي؟ النص ديالها مطاشي. كيفاش مطاشي؟ ماشي غير انا راه كاع الناس نتقبوا انت ما لا والو والو ما لقيتي فيها والو ما لقيت فيها والو لقيتها بيضه حليب اخويا واحد النقاط كيكونوا في الريه بحال الحبوب ولكن راه ماشي هذوك راه دايزيني تشواو ياك حي... عندكم انتوما كيتكالوا ولكن ما عديتش انا لحتهم انا لحتيهم لحتهم برافو خليت النص ديالها ياك ولكن خرجت داك الشيء زوين تبارك الله. لا تبارك الله الحيمات ناضي والماك والبنه تبارك الله زوينه البنه الصراحه الحمد لله الحمد لله. ودابا الغلم ناضيه الغلم هذا العام زوينه الصراحه والله. واش شراي ولا ما شرايش؟ لا شراي وقيدتيه ليا العفريت قيدته في الثمن قيدتيه و حتى راه يندم وما له ما يندمش والله حتى يندم ولكن قيدتو في الثمن. اجواء ديال الطفوله تستحق انكم تدوزوا شي نهار في هذا العيد الكبير كيكون دابا كل شيء مريح يخرج بنادم يدي فوله. الغابه راه عامره دابا تبارك الله. كنا وين كاع غادي قلنا الغابه ما لقوا فيها حتى واحد صدقه عامره والله العظيم العامرات كاع العائلات خارجين مع وليداتهم مع كيطيبوا الاخوان كيطيبوها بالعود تاهما شوف كياخذ الكونسيبت ولكن شوف مزيان مزيان راه كنفرح مني كنشوف انا عائله تجي للغابه قسما بالله حتى كنفرح. وحنا علاش كنديروا هذا الشيء؟ باش شي بنادم يتموتيفا ويجي للغابه ويريح يتكونسونطرا يبعد على الضجيج يبعد على الحراس. اه جينا باش نهضروا على التراث ديال 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 الاعياد ديال البلاد عندنا ديال البلاد هذاك الشيء افتقدناه افتقدناه خويا الجماعه والملمه افتقدناها شي ما بقى يشوف في شي والخو ما بقى يشوف في الخو. صح لا اله الا الله كل شيء ولا كيجري للدنيا وكل شيء باغي يتعلق واحد الحاجه وغتقول لي والله تبصح زيد اخويا سيم
هذه راه كاينه ما شوف ما 100% زيد نهار ذبحنا نهار ذبحنا واش بان لك الاجواء ديال العيد الكبير في الدرب عندنا؟ لا ما بانتش لينا ما بانتش بانوا لك الناس مخرجين السقايط ولا الناس كيذبحوا ولا الدم ولا هادي ولا لا ما بانش والله يا خويا ما نكذب عليك لا الاغلبيه ديال الناس والله خويا ما عيدوا ياك والله ما نكذب عليك ولكن انت ما غتعرفوش قول لي علاش ما غتعرفوش لانه كيسكن حداك وهو جارك راه ما يرضاش مسكين يبان لك راه ما معيش والاخوان من هذا المنبر هذا كيف قال لكم خويا سيمو يحاولوا يتفارقوا يفرقوا اللحم على الناس المساكين يعني اللي ما عندهمش راه الاضحيه راه كتكون فيها غير التولوت يعني خصك ضروري التولوت تفرقوا واش فهمتي تاخذها واحد النسبه واحد النسبه ديال اللحم وداك الشيء اللي شاد خصك تفرقوا خصك تفرقوا وتصدقوا تفرقوا حيت راه بزاف ولكن لما تعطي لما تعطي ما كاينش لما تعطي وريني لما غتعطي غتعطي لهذوك نقول ما غيبغوش يشدوا ما غيبغوش يشدوا كيدوروا يجمعوا اللحم كيمشيو يبيعوه وانت كنعرفهم انا كيبيعوه وكيمشيو عرفتي فين كيمشيو كيمشيو للفيلات ويمشيو للديور الكبار هذوك صحاب السيوف الثقال كيدوروا عليهم كيلبسوا جلالب تاما ويضرب ترازه ويقول عندهم كليان كليان ديال اللحم والله كليان بالله يشرو من عندهم لا عندهم كليان راه الناس راه اللي كيتفرجوا فيه راه فاهمين كاين اللي غيفهمني غيفهم هذا المشكل هذا كاينين الناس كيدوروا من العام لعام في كيمشيو كيمشيو للديور قلت لك هذوك صحاب الناس لاباس السيوف الثقال هذوك الناس لاباس عليهم ما كياكلوش اللحم كيذبحوا كيصدقوا كيذبحوا كيصدقوا صافي حيدوا كيجوا عندهم ناس كيطلبوا اللحم هذا كيعطي كتف هذا كيعطي نص فخد هذاك كيصدقوا بحال قلتي داك الحولي كيصدقوا على اربعه الناس ولا خمسه الناس فهمتك اخويا هما هذوك دارهم كليان ولا كل عام كيمشي عنده يقصدوا نيشان كيعمروا الخناشي ديال اللحم وفين كيدوم كيدوم لواحد البلاصه كيتباعوا للكيلو اللحم كيتباع للكيلو كيتباع اخويا تقريبا بواحد 25 درهم 30 درهم رخيص كيتباع ولكن دابا ملي ولا اكثر اللحم كيخنز ما بقاوش الناس كي هذاك الخنز ولا كيلوحوا الناس صافي كيقول لك صافي ما بقاش صراحه انا ما كذبش عليك ما بقى ما يا ربي تسمح لينا ما بقاش قريب الشمس طلع من هوك ولا ما فهمتش يا عرفت اني ناس صاحبي استغفر الله العظيم الناس راه عارفين اني انا ابو هادي راه كنقول داك الشيء اللي في القلب صافي راك ناضي وهذاك الشيء اللي كاين اخويا سيمو ومبروك العيد ومبروك علينا كاملين وما فيها باس اخوان بنادم يصدق من الاضحيه ديالو وصافي هذا هو فين ابو هيروس فين ما كبقاش ابو هيروس باقي ابو هيروس ما بقاش ها ما بقاش ابو هيروس فين ديك الليله ديال عرفه كتلقى الناس كي يتفاردوا ويشرو حوليه هو الاول كيقولوا يذبحوا نهار عرفه ما بقاتش كيديروا القرعه العيالات الكبار الناس الكبار غير القرعه هي كسكسو القرعه لا شنو هي القرعه شنو هي الله يرحم الوالد مسكين يا ربي ترحموا في هذا يا ربي امين وترحموا على الوالد ديال السيمو في هذا العيد الله يرحم لكم الوالدين اللي فكرني في هذا زيد القرعه كانوا الناس كيتفاردوا في خروف وكيشدوه كيقردوه وكيدوه للجامع لا زقا سبعة الناس ولا ثمانية الناس اييه كيشدوا داك الحولي كيذبحوه نهار عرفة اييه ما كيصدقوش غنكذبوا كيقردوه وكيديروا داك الكعد ديال السيمة اييه كل واحد كيديروا ليه قرعة ديالو كتسمى القرعة زيد كل واحد كيديروا داك القرعة ديالو وكيبدا واحد ديال من هادي هادي ديال سفيان والله عفري والله إلا كاينة يلا اسم محمد والله إلا كاينة ولكن هذاك اللي كيدير القرعه اللي كيقطع كيجيب داك الشيء عبار عبار لاصق لاصق بلا ميزان بلا والو ومني كيطيبوا في كيديو الطياب كيدوروا على بعضياتهم وفي كيديوه بالنسبه للرجاله في كيمشيو كيمشيو للجامع كيتجمعوا للجامع وكيجيبوا القصاري ديال الكسكسو يحطهم في الجامع وفينا هي يا مات هذا الشيء مشات دقيقة 5 5 اخويا سيمو صارح ما الا دقيقة صرحت ناضية والاخوان كيف قال لكم خويا سيمو هذا العيد هذا العيد راه ديال صلة الرحيم ديال التعارف ديال بنادم يمشي عند الناس اللي ما عمرهمش عادهم يمشي عندهم ديال يهز الطاجين ديالو ويمشي عند العائلة وياكلوا من الأضحية ديالهم وياكلوا حتى هما من الأضحية ديالهم يعني كيكون واحد الانسجام في العيد الكبير وهذا الشيء راه افتقدناه الاخوان الله الا افتقدناه بنادم كلشي ولا كجاري على الدنيا ها اللي يجري عند الدنيا ها اللي غادي وحنا راه ما عارفينش راسهم راه حنا عابر سبيل ها واحد الكليبه جات زيد ها واحد الكليبه جات عندنا ان شاء الله غتغدى معانا هاد الكليبه هاد اش 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 هادي راه ديما الاخوان كتكون هنايا هادي هي اللي كنت كنجيب لها الماكله الاخوان الغابه
وان شاء الله راه غتاكل معانا، راه ديما كنعطوها كنذوقوها فين ما كنجيو لهاد الغابه كنذوقها انا بعدا. كتشيط ليا الرفيسه، تشيط ليا شي لعيبه كنعطيها ليها. واش كاعيه اليوم ما عرفت مالها؟ كاعيه حاقده على الوضع ولكن واحد. غنفرحوها ان شاء الله. غنفرحها والله حتى غنفرحها يلاه. مسكين علاش جات دابا انا باش ما ادري حتى طاجين. ما ادري حتى طاجين طويجين كيعاطي. يا دمار. يا دمار. درقة يا ياسين عطاتني انا الوالده اخويا. اللهم بارك. عري عري ياسين ونشوف الطاجين واش طاب ولا لا. يا سلام غمس مريضه. العيالات راه ما يحملوش هاد اللمقه هادي. ها؟ ما يحملوش. ياك شاشة تبارك. طاجين مغربي اصيل. انا الخوت طويجين ديالنا راه وجد. يا سلام سيمو صلو سلام على رسول الله الى الجيل سيدنا محمد الله مع الجيل علي. هو الطويجين ديالنا الخبيزات ديالنا الخوت. يا سلام البريريت ديالنا ابريكا بلدي. يا سيمو الطويجين ديالنا. شوف 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 النبيغه شوف شوف سيمو شوف راك شو الطاجين كيدير ناري على الخيلوطه. يا دمار داكشي يا الخوت باقي كيبق بق. اخوان هادشي ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش على طاجين. اللهم بارك. وتجمعات اللمسه مع اللمسه وعطاو هادشي الاخوان. انت اللهم بارك. جمع البلدي مع الرومي. جمع البلدي مع الرومي وعطى الديكور هذا. ولكن غيعطي شي حاجه. يا دمار دابا دوق دوق السيمو رجع لي دوق. يا بسم الله الخبيزات ديونا الاخوان. بسم الله توكلنا على الله. دوق اخي سيمو. ديالي انت ورق 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 طاب راه طاب اخويا سيمو. سير هادي ديالك وسفيني تاكل كاع اللحم سبحان الله زوينه صح. شوف 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 عاد شنت فيا اخويا. دوق بسم الله. مضرة لا تعليق لا تعليق. يا بسم الله نذوقوا هذا الحولي اللي تعبنا عليه. بسم الله رجلك الحيمة. سوبر. بسم الله. بسم الله. زبيب تعسل ولا حلو. اسمع لي على صويت ديال البط. رايحتك اصاحبي صحاب طبيعه الراحه النفسيه شحال ما بقينا جينا للطبيعه شي 15 يوم ياك هكا ما نعش فيه الناس انا نضرب الطاجين من تكاو تكاو الناس انت منين تنعس في البريه في الطبيعه تفيق مرتاح كاع هموم الدنيا تحيدها طوبينات طوط طوط مسكينه كان مزيان شو شي صح شو الاخوان معسلة الناس تمام مسكر كلاو ونعسو تما شحال بديتي مبرقوقة دابا عدي اسير الكوتي ديالك اصوفهم ياك اصوفهم يلا انا هاد الرجيله اللي عجبتني ديالي هادي فهمتي رجيله وهادي تاكل منها وداس واعطيني قسم لي منها ماشي تسد خذ
الضيعة ديالك الضيعة ديالك. أنا الحي مات شوف. هذيك الضيعة كي جاتك ناضية. ديال الحولية هذي. ديال الحولية؟ الحولية ديالك ولا ديال الخوادري؟ ديالي. كي جات؟ أنا غنقول بسم الله أنا كبير في ناكل اللحم ديالي. أه ديالك هذيك خرجت بنين بنين. ديالي كاع اللحم سبحان الله بنين في هذا العام. والخوت كي خرجت دواراتكم ما تنساوش تخلوا لنا الرأي ديالكم في الدوارة ديالكم. وما كرهناش الصراحة تحياتي للعائلات اللي كيتفرجوا فينا. وما كرهناكمش يا إخوان نضربوا شي طويجين من عندكم. ها؟ الله يما كرهناش ها؟ من اللحم هما. من ندوقوا لهم من اللحم ديالهم. ندوقوا لهم من اللحم ديالهم. مرحبا وغنشوفوا شو عندهم. والله. اللي بغات شي عائلة نمشيو نطيبوا معاهم خيل وطن مرحبا. حق الله صح. هاني أمان. والله تنمشيو عندهم يلا. نرب واهل. مرحبا بأي واحد مرحبا بي. والله تا هو مرحبا بي اللي بغى يخرج معانا مرحبا والف مرحبا. والله الا بزاف ديال الناس عرضوا عليا لدارهم. والله الا كندوي معاك بزاف ديال الناس راه كيتفرجوا فينا وعارفين كندوي معاهم دابا. تحياتي من هنا. تبارك الله عليك ملي درتي هاد القضية. ديما الإخوان فيما تكونوا في الغابة حاولوا تطفوا العافية بالماء الإخوان لحقاش العافية راها كتلتهب كل شيء. والمهم الإخوان راه تغدينا الحمد لله داز تجربة زوينة دوزنا نهار زوين صراحة. دابا غادي نجبدوا عليه بواحد النعسة وما نطولش عليكم. نتمنى أنه ينال إعجابكم هذا الفيديو وتكونوا استمتعتم معنا. وما فيها باس الإخوان في هذه الفترة تحاولوا تخرجوا العائلة ديالكم الوليدات ديالكم لبحال هاد البلايص للطبيعة ونتلاقاو في فيديو جديد ومغامرة جديدة وتجربة جديدة إن شاء الله بإذن الله.